السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طلاب الصف السادس، أهلا ومرحبا بكم مع أحد دروس مادة العلوم. هنكمل مع بعض اليوم درس بعنوان البكتيريا. احنا أخذنا في الدرس اللي فات وكلمنا عن الفيروسات، وهي تعريف الفيروسات، وقلنا خصائص الفيروسات والأمراض اللي ممكن الفيروسات تسببها للإنسان أو الحيوان أو النبات أو حتى البكتيريا. اليوم معانا إن شاء الله درس بعنوان البكتيريا. هنتعرف الأول على البكتيريا. طبعا البكتيريا هي كائنات حية دقيقة وحيدة الخلية بدائية النواة. هناك في الفيروسات قلنا عبارة عن جسيمات دقيقة ليست حية، لكن في البكتيريا عبارة عن كائنات حية. ده الفرق بين البكتيريا والفيروسات. يبقى البكتيريا كائنات حية صغيرة جدا لا يمكن رؤيتها بالعين، ولكن يمكن رؤيتها بالمجهر. طبعا الكائنات ديت وحيدة الخلية، ليس بها عدة خلايا مثل النباتات والحيوانات، وبدائية النواة. طبعا واحنا قاعدين في الصف او احنا في المختبر بنتعامل مع البكتيريا، ولكن دون ان نراها. طب هل يمكن رؤية البكتيريا بالعين؟ لا يمكن رؤية البكتيريا بالعين، ولكن يمكن رؤية البكتيريا بالمجهر أو الميكروسكوب. تمام؟ طبعا البكتيريا يا شباب بتسبب الأمراض كثيرة للإنسان، منها طبعا الأمراض اللي هننسها بعد كده زي الالتهاب الرئوي والحمى التيفويد. طب البكتيريا ديت وإحنا في المختبر، هل بنكون لوحدنا في المختبر؟ لا طبعا، موجود حوالينا فيروسات، بكتيريا، نمل، موجود برضو جراثيم. كل ديت كائنات حية محيطة بينا في أي مكان. طب هل يمكن رؤيتهم؟ لا يمكن رؤيتهم بالعين، ولكن يمكن رؤيتهم او فحصهم بالمجهر. يمكن رؤيتهم او فحصهم بالمجهر. يبقى البكتيريا لا ترى بالعين، ولكن يمكن رؤيتها بالمجهر. طب دلوقتي عندنا اول عالم يا شباب اكتشف البكتيريا، اول عالم اكتشف وجود البكتيريا، عالم اسمه لويس باستور. لويس باستور ده عالم فرنسي كيميائي كان بيدرس في المختبر، فاكتشف أو وجود كائنات دقيقة ترى بالمجهر فسماها البكتيريا. بعد كده جه عالم اسمه روبرت كوخ دوت أول من اكتشف علاقة البكتيريا بالأمراض، وثبت ان البكتيريا تساعد في التخلص من المواد العضوية وغير العضوية. يبقى اول عالم اكتشف وجود البكتيريا عالم كيميائي فرنسي اسمه لويس باستور، من خلال تجاربه على البكتيريا الهوائية واللا هوائية. بعد كده عالم اسمه روبرت كوخ، وده اول من اكتشف البكتيريا وعلاقتها بالامراض، وثبت ان البكتيريا بتساعد في التخلص من المواد العضوية وغير العضوية، وايضا بتدخل في معالجة المياه وتستخدم في انتاج الطاقة ايضا. تمام؟ ده بالنسبة لاول من اكتشف البكتيريا وعلاقتها بالامراض. طب البكتيريا يا شباب بتستخدم في او ايه هي فايدتها في حياتنا؟ هل لها فوائد؟ لها البكتيريا زي ما لها اضرار لها فوائد. اضرار انها بتسبب امراض كثيرة للانسان زي ما احنا عارفين. طب ايه هي فوائدها؟ قال لك فوائد البكتيريا بتستخدم زي ما قلنا اول حاجة في الصناعة، في معالجة المياه، في التخلص من المواد العضوية، في انتاج الطاقة. في انتاج الطاقة. يبقى عندنا دائما نحافظ على غسل اليدين. طبعا الطعام عندما يسقط على الارض او الطعام الملوث لابد ان نلقيه في بعيدا ولا نأكل منه، طبعا عشان في وجود بكتيريا. طبعا زي ما قلنا البكتيريا كائنات حية دقيقة جدا لا ترى بالعين. البكتيريا طبعا اول من اكتشفها عالم اسمه لويس باستور، والعالم دوت اكتشف البكتيريا عندما كان يجرى تجربة على البكتيريا الهوائية واللا هوائية.
طب ايه هي يا شباب اشكال البكتيريا؟ طبعا البكتيريا لها اشكال كتير، في منها شكل او احنا بنقسمها لثلاث اشكال: شكل كروي، شكل عصوي، شكل لولبي او حلزوني. يبقى اشكال البكتيريا شكل كروي، شكل عصوي، شكل لولبي او ايه او حلزوني. شكل كروي وعصوي ولولبي وحلزوني. طبعا عندنا اشكال البكتيريا اهوت: الشكل الكروي، شكل عصوي، شكل ايه اللولبي. طب ايه هي انواع البكتيريا؟ البكتيريا على حسب نوع الغذاء بتنقسم الى نوعين، على حسب نوع الغذاء تنقسم البكتيريا الى نوعين: بكتيريا ذاتية التغذية ضوئية، تمام، وبكتيريا ذاتية التغذية بتكون ضوئية، وبكتيريا غير ذاتية ايه التغذية. يبقى بكتيريا نوعين: ذاتية التغذية وغير ذاتية التغذية. بكتيريا ذاتية التغذية وغير ذاتية ايه التغذية. طب ذاتية التغذية في منها نوعين: ذاتية التغذية بتبقى ضوئية وبتعتمد على ضوء الشمس، وفي بكتيريا بتعتمد على بتبقى ذاتية التغذية وبتعتمد على الطاقة الايه الكيميائية. يبقى البكتيريا ذاتية التغذية وغير ذاتية التغذية على حسب نوع الغذاء. ذاتية التغذية بتكون في منها نوعين: ذاتية التغذية ضوئية وتعتمد على ضوء الشمس في تصنيع الغذاء، وغير ذاتية التغذية وذاتية التغذية كيميائية، وده بتعتمد على الطاقة الكيميائية في تصنيع ايه في تصنيع غذاء او توفير غذاء. طبعا البكتيريا ذاتية التغذية ديت يعني بتعتمد على نفسها في تصنيع الغذاء ولا تعتمد على غيرها مثل البكتيريا غير ذاتية ايه التغذية. طبعا البكتيريا يا شباب بتتكاثر في الماء، يعني ما يكون في بيئة رطبة او فيها ماء بتزداد فيها تكاثر البكتيريا طبعا، وبيزداد نشاطها في اشعة الشمس. والبكتيريا بتنمو في الوسط المتعادل اللي هو بيكون ولا وسط حمضي ولا وسط قلوي، ولكن هناك بعض الانواع بينمو في الوسط ايه الحمضي. يبقى الوسط التي تنمو فيه البكتيريا اما وسط متعادل او بعض الانواع بينمو في وسط ايه في وسط حمضي. يبقى نستنتج من هنا ان عندنا البكتيريا بتتكاثر في الماء وبيزداد نشاطها في أشعة الشمس، وتنمو البكتيريا في الوسط ايه المتعادل، والبعض منها بينمو في الوسط ايه الحمض. ما معنا نشاطها اليوم؟ طبعا لو ايدي لو انا نظرت لايدي طبعا مش هشوف اي شيء، لا يوجد اي شيء، بنظر بالعين لا يوجد اي شيء، ولكن الايد بتاعنا لو حطيناها تحت الايه المجهر او اخذنا منها مسحه وحطيناها على الشريحه وفحصناها تحت المجهر هنلاحظ وجود تجمعات من الجراثيم. طب التجمعات من الجراثيم ديت عباره عن ايه؟ عباره عن ايه بكتيريا موجوده في كل مكان حوالين، ولكن زي ما قلنا ان احنا لا ترى بالعين المجرده ولكن يمكن رؤيتها بالايه بالمجهر، لانها كائنات دقيقه جدا وكائنات لا ترى بالعين ايه بالعين المجرده. إلى هنا أعزائي الطلبة ينتهي الدرس الأول من البكتيريا، وكان الدرس بعنوان أين توجد البكتيريا وتعريف البكتيريا.